فالواجب للصحابة محبتهم والثناء عليهم واتباعهم والاقتداء بهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم في أيام الفتنة. لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا أبدا، ولا تخوض فيه، ولا تخطي بعضهم وتصوب بعضهم، لأنهم مجتهدون رضي الله عنهم يريدون الحق. لا تدخل فيما شجر بين الصحابة، بل عليك أن تمسك لسانك ولا تتكلم فيهم، وتحفظ فيهم وصية الله جل وعلا ووصية رسوله، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. وحب الصحابة من حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أحب الصحابة فقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الواجب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هذا هو الواجب لحقهم، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.